خويا حقه خادوا في شي حاجه وما خادوش شي حاجه اخرى، خادوا في المحبه ديال الناس، وخادوا في الاحترام والاحترام الناس ليه، وخادوا بالسمعه ديالو اللي خلاها نقيه الحمد لله. وحنا كيشرفني انه خويا دوز مرحله ديال الكره وبدون اغلاط الحمد لله، هذا من جهه وحب الناس. ولكن الا كان حقه في مثلا الماديات وداك الشيء، فما انا راه كلشي الناس كتعرف اين جيتي تقارني مثلا 76 حتى لدابا، راه كاين فرق كبير. يعني واخا ما عرفتش شنو تعطيهم بالنسبه لهما اللي وصلوا ليه، راه ما وصلوش لهادو دابا اللي تقريبا شحال دابا، راه كدا غادي ل 50 عام دابا ولا قل شي شويه ياك. يعني وما ما 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 استفدوا والو بالنسبه ليا انا، فهمتي؟ لحقاش ماشي ما استفدوش، لان الا قارنتي الوقت كي كانت وكي صبحت، لان هاد الناس دابا ديك الساعه كانوا عاشوا، كان شويه ديال الرخاء وكانت شويه حتى الامكانيات كانت على القد ديال الحال ديال الانسان. ولكن بالنسبه لدابا مقارنه كتكون شويه ديال، يعني كلشي غلا، المعيشه غلات. واضيف هاد الشيء اضيف عليه هو ان دابا ملي كتشوف هاد اللاعبين الله يكمل عليهم الله يزيدهم، يعني كيتقاضوا الملايين ديال الملايين، وهذوك اللي كانوا ساكن لعبوا الكره وضحاو، يعني كاين ما نقدرش نقول لك، راه كاين الناس اللي كتقاسي بزاف منهم هاد اللاعبين ديال 76 وكيقاسيهم ساكن في صمت وساكتين. هذا هو اللي بغيت نقول لك، وكنتمنى لجميع الناس الخير، والله يرحم الناس اللي ماتوا واللي مريض الله يشافيه، والله يرحم خويا مسكين الله يرحمه في النار.